اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هتكلم عن موضوع بيشغل بال كل الامهات، ازاي تزود كميه اللبن عندها. دلوقتي هقول لك 17 نصيحه ازاي تزودي بيها ادرار اللبن. اول حاجه، خلينا عارفين ان اكبر مضر للبن هو السحب من البيبي نفسه. كل ما البيبي يشفط من ثدي مامته كل ما اللبن والادرار يزيد. تاني حاجة، لو البيبي مش قادر يشفط او عنده اي مشكلة تمنعه من الشفط يبقى هنجيب الشفاط. ساعتها اللي بيزود ادرار اللبن هو الشفاط الكهربائي. فساعتها بتبقى ممكن قدامك حل من اتنين، يا اما تستخدمي شفاط كهربائي على ناحية والناحية التانية بالطفل بيرضع من الناحية التانية. تالت حل ان بيبقى فيه دابل بامبنج او شفاط مزدوج كهربائي، ده ساعتها بيشتغل في نفس الوقت بيزود كمية ادرار اللبن ب 18% وبيقلل طبعا الوقت والجهد المبذول. رابع حاجة في السكين تو سكين كونتاكت، اللي هو ان دايما تبقى فيه ملامسة لجلد الطفل وجلدك حتى من غير رضاعة او في اوقات الرضاعة. خامس حاجة انك برضو تعملي تشفيط كهربائي بعد الرضعة، ده بيزود جدا ادرار اللبن لانه بيفضي الثدي تماما ويخليه جاهز للرضعة اللي بعدها بكميات تكون اغزر. سادس حاجة، اهم حاجة انك تكوني ريلاكس تماما وهادية واعصابك هادية وعندك ثقة في كل قدراتك. سابع حاجة هي انك ترضعي البيبي كل شوية، كل ساعة ممكن تحطيه على ثديك، وكمان ممكن تستخدمي الشفاط كل ساعتين، ده بيزود ادرار اللبن جدا. تامن حاجة، قبل ما ترضعي البيبي او تستخدمي الشفاط تعملي مساج على منطقة الثدي، تقسميه 4/4 وتعملي مساج لكل ربع فيهم. تاسع حاجة هي الحلبة، الحلبة دي اكبر مضر للبن على مدى التاريخ من ساعة ايام الفراعنة. عاشر حاجة هو التمر، 11 حاجة السمسم، 12 اليانسون، 13 التلبينة. التلبينة دي برضو حاجة في التقاليد بتاعتنا الدينية، دي بتزود ادرار اللبن جدا. 14 هو الشوفان، 15 بتعملي كمادات مية دافية قبل الرضعة، دي بتزود برضو الادرار. 16 ممكن نستخدم بعض الادوية اللي فيها خليط من الاعشاب زي الهربانة، بنستخدمها 3 مرات في اليوم برضو بتزود اللبن جدا. 17 واخر حاجة، دواء ترجيع الموتيليوم ليه استخدامات اخرى وابحاث كتيرة اتعملت عليه، بيستخدم ان هو يدر اللبن بس قرص 3 مرات في اليوم بحد اقصى 3 اسابيع. يا رب كلكم تستفيدوا من الفيديو ده وترضعوا وتفتخروا دايما على طول.